اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه حاسمه لمصر النهارده امام كوت ديفوار، كلنا مستنيينها. المباراه ان شاء الله تكون الساعه 6 مساء، واحنا كده في حاله تفاؤل ان شاء الله، وكل المحللين اجمعوا انه في حاله تخطي المباراه باذن الله مصر هتوصل للنهائي. في مفاجات كمان كتير قوي في دور ال 16، خلينا نتكلم عنها ونتكلم عن توقعات تشكيل المنتخب مع الناقد الرياضي محمد عفيفي. محمد صباح الخير عليك، ودايما ضيف عزيز علينا وبنتفائل بيه. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير يا مصر اينما كانوا، ويا رب ان شاء الله يكون فال حسن جديد. كنت قبل مباراه غينيا بيساو وعلقت عليها كمان لراديو كسبنا الحمد لله، اتمنى ان شاء الله كمان يكون وشي خير باذن الله مع كل المصريين ان احنا نتفوق. انت كمان عندك الماتش النهارده في الراديو؟ لا، وده كويس عشان ابقى مرتاح شويه من الضغوط اكتر. المباراه دي حساسه كتير قوي ان شاء الله. احنا طبعا هنتكلم معاك كتير قوي، لكن خلينا دلوقتي نروح نعرف بقى اكتر عن لقاء اليوم، وفي ايه اخبار منتخبنا كده ان شاء الله. ايه في الكاميرا معانا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا احمد، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. يا صباح الفل يا جمانه، برحب بيكي وبرحب بحسام والكابتن محمد عفيفي طبعا. اهلا بيك. طيب طمنا على المعسكر بقى يا احمد، يعني كل المصريين عايزين يطمنوا على المنتخب المصري واحوال المصابين في ايه؟ والله خلينا نطمنك يعني انه كل اللعيبه جاهزه للمشاركه في المباراه، يعني عدا محمود الونش اللي الناس كلها بتتكلم انه ممكن يلعب اساسي النهارده، لكن الونش لسه مش افضل حاجه. هو جاهز للمشاركه طبيا، ولكن فنيا الجهاز الفني خايف ان هو يجازف بيه، فعشان كده الونش هو الوحيد داخل منتخب مصر مش افضل حال. مسحه اللعيبه كلها سلبيه الحمد لله، كل اللعيبه جاهزه ايضا للمشاركه في هذه الناحيه، ولكن خلاص في عندنا الغياب الوحيد من اول البطوله هو اكرم توفيق، وده مش موجود داخل المنتخب، خلاص رجع مصر عشان العمليه. لكن بالنسبه للحاله النفسيه والصحيه والبدنيه بالنسبه للعيبه المصريين، وهم مؤهلين نفسيا تماما ان هم داخلين المباراه ما قدامهمش ما فيش قدامهم هدف غير الفوز، غير اسعاد الجماهير. ده اللي حصل امبارح واتكلم عليه كارلوس كيروش ومحمد صلاح وتصريحاته اللي طلب فيها دعم الجماهير المصريه. ونشوف كنت شفت يعني بعض الناس بتنتقد تصريحات محمد صلاح انه بيطلب من الجمهور التوحد خلف المنتخب، وانا شايف ان ده امر طبيعي جدا ان محمد طبعا صلاح يعمل كده في الوقت ده. صلاح لما يقول ان انا عايز الجمهور كله، لانه هو شايف ان في انقسام كبير على دعم منتخب مصر، وطبيعي جدا ان هو يطلب قبل مباراه حساسه في دور ال 16. اي نعم الجمهور جايز عندهم بعض الحق علشان خاطر انه مش ده المنتخب الاداء الفني المطلوب خلال فترات ماضيه، فكان ليه تبعيه من خلال رد فعل الجمهور، لكن صلاح انه يطلب ده في الوقت ده كان مهم جدا. يطلب ان الجمهور ما يشجعش لعيبه الاهلي فجمهور الاهلي يشجعهم، ولاعيبه الزمالك جمهور الزمالك يشجعهم. احنا ورا منتخبنا. يعني بالزبط. يعني من الاخر كده عباسط، الزملكاويه ما يطلبوش زيزو والاهلاويه ما يطلبوش شريف، عشان نريح دماغنا بس من النقطه دي، عشان يعني يعني اتنحى الفرونة فيها بصراحة. خلاصة كلام محمد صلاح يا جماعة، بيقول أنا ما بتأثرش، أنا كمحمد صلاح ما بتأثرش بالكلام ده، أنا مريت بتجارب أكثر من كده وأقسى من كده، ولكن في النهاية يعني خليكوا ورا عالم مصر، عالم بلدنا أكيد. إحنا ورا المنتخب ما طيب. مش عايزين نفصص المواضيع. اتفضل نخش بقى في الكلام اللي بجد. انا بقلق لما تكون انت المذيع، خد بالك من الحلقه. طيب بقول لك ايه، انت الماتش اللي فات فلتت منك زيزو في التشكيل. في التشكيل في التشكيل وبعدين شفت انا البوست بتاع الضحك، طب انتوا نقلتوا وما صلحتوش. تمام. لا 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 بقول لي يعني قلت بقول لك ايه، قول لي التشكيل النهارده مين اللي هيلعب. اقول لك تشكيل النهارده، هو بس الماتش اللي فات ما فلتتش زيزو ولا حاجه، هو كان يعني خلينا برضو انه دايما بيحصل تركات كده لازم انا ما رضيتش افضحك. لا ده سبتك انت ونلعب طيب. معاهم شويه، لكن تشكيل النهارده، وده يعني يمكن كل الناس اتكلمت في تشكيلات كتير جدا امبارح، وكل الناس قالت يعني زيزو موجود، ايمن اشرف موجود، ايمن اشرف باك شمال، في ناس قالت ايمن اشرف باك شمال، وفي ناس قالت ان هو هيبقى ديفندر ثالث. لا مش هيبقى مساك، هو عبد المنعم اللي مساك، لكن انا عايز اقوله انه فعلا الراجل جرب الطريقتين، جرب طريقه ايمن اشرف ان هو يبقى في نص الملعب، وجرب كمان طريقه زيزو، ولكن ده للتمويه. وانا كنت متعمد ما نزلش التشكيل لانه الجهاز يعني فعلا عايز يعمل تمويه، ولكن خلاص فاضل على المباراه ساعات قليله بالظبط، فممكن اقول لكم من خلالكم يعني. يلا انا معاك، نبتدي من الشناوي بالظبط، وان شاء الله ما يجليش المره دي بس يا حسام عشان ما تطرحش فيا. لا بالعكس بالعكس، يلا انا سامع، قول لي التشكيل. وناحيه اليمين الشناوي، ناحيه اليمين عمر كمال، وناحيه الشمال احمد فتوح اللي هو راجع من اصابه عظيم، وفي قلب الدفاع
حجازي ومع حجازي هيبقى محمد عبد المنعم. الراجل النهارده هيلعب بطريقه مختلفه شويه، انه حمدي فتحي يبقى هيلعب بثلاثة متقدم، ليبرو متقدم يرجع تحت حجازي وعبد المنعم، وبعدين في الهجمات اللي هنا يطلع قدامهم يبقى ليبرو اللي كان بتوع خط النص اللي هو يبقى السعيد ومحمد النني. تمام، السعيد مش السوليه. لا السعيد، لا انا اسف، السوليه ومحمد النني. برافو عليك حسام. السوليه ومحمد النني في الحته اللي قدام، صلاح ومرموش ومصطفى محمد زي ما هم الثلاثي اللي في الحته اللي قدام. يبقى كده التشكيل مره واحده عشان الناس ما تتوهش مننا، انه الشناوي، عمر كمال، حجازي، عبد المنعم، فتوح، حمدي فتحي، السوليه، النني، مرموش، صلاح، مصطفى محمد. وان شاء الله يبقى ده التشكيل اللي نقدر نكسب بيه النهارده ان شاء الله. كل الدعم طبعا لمنتخبنا لان المباراه صعبه جدا يا حسام، وكمان يا جمال عشان خاطر ان منتخب كوت ديفوار جاي لنا كسبان الجزائر 3، فده نفسيا بالنسبه لهم دافع قوي جدا، دافع مهم عندهم، مطلع احد الابطال القاره يعني. فاعتقد انه العامل النفسي بالنسبه للعيبه والكابتن محمد عفيفي يعني سيد العارفين هيبقى مهم جدا في مباراه النهارده. اللي هيبدا في اول ربع ساعه يخطف المباراه نفسيا ويركب المباراه بلغه الكره هو اللي هيقدر يحسم له، هو اللي هيسيطر. طبعا يعني احمد عبد الباسط احنا بنشكرك شكرا جزيلا. واحمد يعني احنا سمعنا التشكيل، اولا انت عندك يعني لو سالتك عن توقعاتك للتشكيل محمد عفوا هيبقى نفس التوقعات ولا هيبقى عندك راي تاني؟ وبعدين برضو لو حللنا التوقع اللي قاله احمد، هو يعني كده يعتبر احنا متقلين وسط الملعب قوي. هو لازم يتقل وسط الملعب لان وسط الملعب دايما بقول هو ضابط الايقاع بتاع منتخبنا الوطني، لانه مركز القوة بتاع منتخب كوت ديفوار هو نص الملعب، ثلاثي يقودهم كيسي بيلعب بشكل قوي جدا تكتيكيا في هذا المكان، لكن هم مندفعين. ولو عملنا سكاوتنج على منتخب كوت ديفوار في ثغرات، لانه عنده مساحات، لانه بيلعب ب 4-1-4-1 ومشتقاتها مش عاليه قوي لانهم بيندفعوا بشكل او باخر، وده حصل في مباراه الجزائر حتى لو كسبوا بالثلاثه لكن كان في مشاكل وكان في مساحات، ولو استغلها منتخب الجزائر كان ممكن يخلص هذه المباراه بشكل افضل من اللي ظهر عليه، وانه يخسر 1-3 او يتفوق المنتخب الايفواري 3-1. بشكل عام انا ممكن شويه في بعض الاختلافات ممكن تطرا على التشكيله، لانه كارلوس كيروش هذا البرتغالي برده ما حدش بيقرا دماغه، لكن من الاخر هو بيعتمد على المحترفين، سيء او جيد بيعتمد على المحترفين. يعني احمد سيد زيزو ميزته انه راجل محترف من صغره، مش طالع من قطاعات ناشئين في مصر. زيزو كان بيلعب في بلجيكا بالظبط، وبدا في اكاديميات بشكل مختلف مش اكاديميات بتاعتنا دلوقتي. فمتاسس صح، فبيعيش المباراه، فما بينزل بيغير، بيكون عايش المباراه. واحد زي حمدي فتحي لما بينزل بديل لا. زي ناس كتير مثلا اختلفت قالوا ليه قفشه ما راحش؟ قفشه على راسنا، بس ياخد عبد الله سعيد ليه؟ لانه قفشه دي ما حدش قالها كتير. قفشه يطلع لك كوره في 4-2-3-1 من بعد خط النص متقنه. لكن مش هينزل في 4-3-3 يتوه ويجنح ويبقى مش في حالته. لكن عبد الله ممكن ابسطها لك، جول منتخب مصر اللي محمد صلاح في السعوديه في كاس العالم، شوف طلعها منين لفين. هي دي التركه بتاعت عبد الله سعيد، ممكن ما بيجريش كتير وممكن يستغل عبد الله سعيد النهارده، وهو ما بيلعبش ببلاي ميكر طول الوقت، ما بيلعبش مركز 10 طول الوقت، فمحتاج عبد الله السعيد شوط 10 دقايق في اخر الماتش او كره متقنه من خلف الامام بالظبط، والسوليه هو اللي عليه العين. زي كده هندرسون مع محمد صلاح هو اكتر واحد بيخدم عليه في هذا الموسم مع ليفربول. هندرسون طيب. اصلا ديفندر زي السوليه، هو اللي بيعمل التحويله، بيدافع بشكل كويس وعنده كره متقنه يخرجها. طيب تعالى بقى نروح للتشكيل دلوقتي. يعني انا بصراحه ما كانش عندي المعلومه، بس انا كنت متوقع ان النهارده كيروش هيلعب بثلاثه في نص الملعب، حمدي فتحي والسوليه والنني، وهيبقى السوليه والنني بيتبادلوا الادوار بوكس تو بوكس، والبلاي ميكر وحمدي فتحي ساقط لتحت عشان هالر المهاجم بتاع كوت ديفوار يعني هداف اياكس والراجل مكسر الدنيا يعني، وده عايز اتنين يمسكوه لوحدهم. الطريقه دي اللي هيمسك بيها نص الملعب هل هتنفع فعلا مع سرعات كوت ديفوار، ان انت بتلعب واحد بس خط وسط مدافع و معاك اتنين طايرين من البوكس للبوكس، وهم عندهم نص الملعب يعني كاسي لوحده في اي سي ميلان ده العالم كله بيتخانق عليه اصلا. صحيح. فهنقدر نمسك منهم نص الملعب ولا محتاج يثبت مثلا النني لتحت شويه؟ لازم يبقى في حد ثابت لتحت شويه. لو ما لعبش محمدي فتحي النهارده، ده وارد بالمناسبه انه يلعب بالنني ويلعب بعمرو السوليه ويخلي عبد الله سعيد موجود، لانه الراجل الواحد اللي قدام الاربعه لو اندفع لقدام في مساحه كبيره قوي من خط النص للثلث الدفاعي بتاعهم، محتاج واحد زي عبد الله سعيد يحرر الكرات للي بيجروا.
ممكن يلعب بهذه الطريقه، مش يخلي حمدي فتحي في هذه المباراه من البدايه، ممكن. واشوف كمان انه مش فتوح اللي ممكن يبدا هذه المباراه، ولازم ما يبداش في هذه المباراه. فتوح كان غايب، وعمر كمال عبد الواحد من الناس اللي بتطير من ناحيه اليمين، فما ينفعش يطير الجنبين. لما عمر كمال يطلع من ناحيه اليمين لازم يخلي واحد زي ايمن اشرف هو اللي يبقى سيرد باك ثالث، يضم على جوه، يعمل الترحيله مع عبد المنعم ومع حجازي. طب هل ده هيتغير لو لعب حمدي فتحي؟ حمدي فتحي يبقى هو الليبرو اللي بينزل لتحت، ممكن مع ما يتغيرش مع منعم ومع حجازي؟ لا لا، مش هيتغير، لانه حمدي فتحي ليه ادوار امام الرباعي اللي هو بيدي او بيعمل حق صد او بيضغط على السورسز، المصادر بتاعه منتخب الكوديفوار. اهم ما في القصه دي كلها، احنا عملنا في نيجيريا تكتيك بتاع كارلوس كيروش كان عالي قوي، بس ما عرفش ينفذه. انت ازاي تطلع بالكره من تحت؟ انت ازاي تجذب منتخب كوديفوار عندك بس تعرف تخرج الكوره، ما تخليهمش لما يضغطوا عليك تفقد الكوره. لو شدتهم ليك وطلعتهم من اماكنهم وفصلت التلت الدفاعي عن نص الملعب والتلت الهجومي، وطلعت كره متقنه من اللاعبين اللي تحت اللي هم اصلا ما كانوش عارفين يعملوه في مباراه نيجيريا، اللي هو تايه انا مش عارف اعمل ايه، طلعت كده صح مع لاعب صانع العاب متقن لاخراج الكره، هيطير صلاح وهيطير مرموش لو لعب النهارده. انا اتمنى ان احمد سيد زيزو يبدا، ولكن هو هيبدا بمرموش لانه زي ما قلت مقتنع دايما بالمحترفين ايا ما كان وضعهم. ومصطفى محمد، مباراه فيها تريكه تكتيكيه وعلى الشعره، بس منتخبنا يقدر يفوز. وزي ما قال الاستاذ احمد، اول ربع ساعه ان احنا بس ما نستقبلش وناخد الثقه والثقل، نمرر من رجل لرجل ويكون عندنا القدره على انه نشغل التلت الهجومي بشكل فيه ثقه اكبر على ارض الملعب. اعتقد انه نتمكن من هذه المباراه، وعندهم ثغرات وعندهم مساحات تستغل، مصر تقدر تتحكم في الريتم بتاع هذه المباراه. طب في كان انا وحسام كنا بنتكلم امبارح على فكره انه البطوله المره دي كلها مفاجات عامه، وفي حاجات غريبه بتحصل من بدايتها، بس خليني اسالك بقى عن مفاجات تحديدا دور ال 16، هي فين بقى؟ يعني هل مثلا صعود تونس على حساب نيجيريا، ولا كان اداء جزر القمر وكاب فيردي وكمان ايضا ملاوي وجامبيا؟ يعني كان في صحيح هو اصلا في المجمل ما بقاش في قوى عظمى كلاسيكيه بتتحكم في الكره الافريقيه، خلاص كله بقى مع الاحتراف، في عقليات بقت متفتحه في التعامل مع المباريات الكبيره، ما بقاش في الرهبه الكبيره. منتخب تونس، شوف احنا انا ميزه منتخب مصر انه خد اسبوع، ففهموا اللعيبه دماغ بعض وقدروا يتمرنوا على الاطر التكتيكيه، واحنا بتوع المعسكرات الطويله عشان ما ابتديناش قبل البطوله مع بعض عملنا معسكر طويل بالزبط. كان في الاعتماد على كاس العرب وغيره، احنا دايما طبيعي بنفهم بعض لما بنقعد مع بعض وقت اطول. تونس العكس، تونس استفادت من انه 48 ساعه فيما بين مباراتها الاخيره امام جامبيا اللي خسرتها في الوقت الضايع في دور المجموعات، وانها لعبت نيجيريا بشكل سريع، فهم بيتاقلموا على الوقت السريع بشكل افضل يعني، ولذلك هم كسبوا منتخب نيجيريا. مش مقياس لعنة التسع نقاط والكلام ده مش هنتكلم فيها كتير، لكن ما اقدرش اقول مفاجاه لانه منتخب تونس من المنتخبات الصفوه في القاره الافريقيه، ودايما في اسوء حالاته بيعرف يروح بيعرف يكسب، زي امم افريقيا 2019 وصل للمركز الرابع وهو كان من اسوء الفرق اللي كانت موجوده في دور المجموعات. جامبيا حاله كناش نعرفها غير من بكاري كازاما اللي هو الحكم اللي بيشوف في المباراه، طلع بشكل كويس جدا، لم يخسر اي مباراه في دور المجموعات، قدم مستوى استثنائي، تفوق على غينيا اتذكر في دور ال 16، كمل المسيره. جزر القمر ممثل للكره العربيه مشرف، ناس كتير ما تعرفش ان جزر القمر دوله عربيه، دوله عربيه موجوده مشرف. وانا علقت على هذه المباراه امام الكاميرون، الكاميرون لا تستحق الفوز ولكنها تفوقت بالخبرات، فينسنت ابو بكر راجل ستة اهداف، خبرات بس، وانه اللجنه المنظمه مش كويسه، لانه الراجل الحارس بتاع جزر القمر كان شوفيا وقال لك لا اصل خمسة أيام. طب وهب الخضري قبلها بيوم لعب مع تونس وكان الصبح قالوا له انت سجل، والطرد اللي في اول الماتش وال 12 لعيب اللي عندهم كورونا وما يسمحلوش ان هو يجيب حق، يعني في تفاصيل كتير قوي في تنظيم الكاميرون. لكن تخلص البطوله تخلص يعني البطوله وهنتكلم فيه، بس عايز اروح للتشكيل النهارده مره ثانيه. نيجيريا وكوت ديفوار فيهم نقط شبه بعض شويه في طريقه اللعب، السرعات العاليه، سيطره على نص الملعب، راس حربه تقيل، يعني دفاع ضعيف، حارس مرمى مش قد كده، يعني في رايي الا لو انت مختلف في نقطه حارس كوت ديفوار ده حارس مرمى في القسم الثاني في جنوب افريقيا، طيب ومع ذلك تقيل بيشيل ماشي، بس يعني ما هو مش عايز ابقى متحيز لمنتخب مصر، ما هوش الشناوي اكيد طبعا، شناوي افضل حارس في دور المجموعات بالظبط. ف هل كيروش اتعلم من ماتش نيجيريا؟ اللي انا بشكل شخصي قلت ان كيروش غلطان وبيتحمل هذه المباراه،
وانا راجل من المؤيدين بتوع كيروش وبقولها طول الوقت، انا مؤيد جدا لكيروش. تعلم من ماتش نيجيريا ولا ممكن نلاقي حاجه النهارده شبه خط الوسط، ان تريزيجيه بيلعب النهارده كمان في خط الوسط، ويعني والدنيا تبقى تمام وربنا يستر كده وان شاء الله والف الف مبروك. لا هو اتعلم من خطا تريزيجيه. تريزيجيه ما ينفعش ان هو يبدا المباريات، ومش اي حد يقول لازم يبدا وبعدين يطلع ونجرب. لا لا لا، تريزيجيه بعيد بقاله فتره كبيره قوي وما شاركش غير ربع ساعه تقريبا مع فريق استون فيلا في الدوري الانجليزي. فالامر صعب انه يبدا بيه حتى لو كان مقتنع بالمحترفين. بشكل عام هو في مباراه نيجيريا فكر تفكيره تكتيكيه بس ما قدرش ينفذها لانه ما اتطبقتش مع اللاعبين بشكل كبير، ودول محترفين بس مع بعض لا قدام نيجيريا مش هتديك فرصه ان انت تجرب عليها. هيلعب النهارده بشكل كويس؟ هيلعب بشكل كويس لانه زي ما قلت خد الوقت، فكر اكتر من تفكير، كان عنده مساحه انه يجرب تكتيك واثنين وثلاثه مع تجربه اكتر من لاعب في اكتر من مكان. حتى ايمن اشرف زي ما قلنا لاعب في نص الملعب بيجربه وتريكات، ولانه عارف ان الحاجات دي بتروح كمان لمنتخب الكوديفوار. بشكل عام اعتقد ان هو يلعب لعب كلاسيكي متامن، ممكن يلعب بحمدي فتحي في هذه المباراه للتامين، بس هيبقى خايف بزياده شويه. انا اشوف لو عنده الجراءه انه عايز يكسب هذه المباراه يلعب بعبد الله سعيد في بدايه المباراه ويبدا بجراءه شويه، بس يكون اللاعبين عندهم الالتزام والانضباط التكتيكي بشكل قوي جدا بالذات المدافعين. ولما يطير عمر كمال عبد الواحد من ناحيه اليمين لازم ايمن اشرف ينضبط، لانه اصلا مركز قوتهم من ناحيه بيبي، من ناحيه الجهه اليمنى كجناح طاير. طالما متقفل على هذا المكان ونص الملعب الرباعي اللي قدام الواحد المتقدم وهم بيضغطوا مش قادرين ياخدوا منك الكوره، والراجل اللي قدام الرباعي اللي هو 4-1 4-1 بيطلع بيعدي خط نص الملعب، انت لو طلعت كوره متقنه خلاص انت ملكت نص ملعبهم. يتلعب عليها بشكل ان انت مش تقدر تهاجم او تفتح خطوطك بشكل قوي قوي، فانت لازم تلعب على الهجمه المرتده بس تكون تقيل وانت في نص ملعبك وانت بتطلع الكوره من رجل لرجل. مش هختلف كتير عن التشكيله، لكن ايمن اشرف لازم يبدا هذه المباراه. فتوح لا فتوح بيهاجم ايمن اشرف جدا وبيسرح، ولو سرح وماتش صعب على فتوح بعد رجوع من الاصابه يعني برضو. طب خليني اسالك حاجه، فكره انت كنت بتتكلم دلوقتي ان الجنبين عند منتخب كوت ديفوار اقوياء، في محمد صلاح ومرموش، هيقدروا يتعاملوا معاهم بالشكل خلينا نقول التقني فعلا نقدر ان هم يعني نقدر نتقدم ولا ايه اللي هيحصل؟ بالتاكيد هم محمد صلاح ما بيرجعش يدافع فلازم برضه عمر كمال ياخد باله شويه، لكن ضغط عمر كمال على الظهير بتاعهم يقدر يخليه ان هو يتراجع بشكل او باخر. مع وجود محمد صلاح لازم يرجع لنص الملعب بشكل او باخر. عمر مرموش برضه ما بيرجعش يدافع ودي مشكله شويه مع ايمن اشرف، ولذلك ايمن اشرف لازم يكون هو اللي موجود كظهير ولازم يبقى ثابت وهادي وما بيطلعش برضه بالشكل غير المدروس. لكن احنا نقدر نتعامل معاهم فرديا طبعا بشكل او باخر، هم صراع بس واحد على واحد بتاعتنا افضل لما يكون في حالته طبعا محمد صلاح وعمر مرموش. طيب ما ده انا هسالك سؤال فخ فخ جدا، صلاح ومرموش الاثنين مش في مستواهم، واخر ماتش صلاح ناس كتيره جدا ومن اللي بيحبوا صلاح وبيحبوا ليفربول قالوا كان صلاح لازم كيروش يسحبه. مرموش كمان مش موفق، الكره مش ماشيه معاه يعني، حتى ترقصته اللي بيعملها اللي شفناها مع المنتخب واللي جه منها الجول في ليبيا في ماتش ليبيا في التصفيات اللي بيروح كاسر لجوه ويشوط، ف امكانيه ان هم يبقوا فايقين النهارده وامكانيه لو فضل المستوى مش هو اللي منتظر ان كيروش يغير صلاح تحديدا. هو مش هيغيره وما ينفعش يغيره، هو حد شاف كريستيانو رونالدو بيطلع الا نادرا لما بيكون لسه رالف رانياك مطلعه وراح صالحه على الدكه في ماتش مانشستر. طيب لا ده في مانشستر رجع له قعد قال له ما تزعلش يا ابو رونالدو وحقك عليا بالظبط، ولا في الارجنتين ميسي لما بيكون في البدايه، فدايما هو ليه ثقل حتى لو مش في حالته بيسحب مدافعين بشكل او باخر طبعا، فاسمه على ارض الملعب بيتقل منتخب مصر بشكل او باخر. زي ما قلنا مش هيسحب في هذه المباراه، لكن العين على انهم يبقوا في حالتهم، لانه مثل هذه المباريات من اجلها بنروح لامم افريقيا، ومصر لو مش راح تنافس على اللقب ما تروحش احسن. ده بشكل صريح، لان احنا طبعا مش بتوع ربع نهائي ونص نهائي وتمثيل مشرف، مصر تقيله سبعه القاب الاكثر مما توج بهذه البطوله. فالوقت اللي خدوه مع بعض مع المده والتدريبات والاطار التكتيكي اعتقد انه لا النهارده ان شاء الله هيكونوا الثنائي في حالتهم باذن الله، واكيد ان شاء الله هيكون لنا ايه الماتش النهارده؟ لو قدرنا ان احنا ما يجيش هدف فينا خلال نص ساعه اولى من بدايه المباراه ونقدر ان احنا نتحكم في الايقاع ونهدد في مره واثنين وناخد الثقه، اعتقد هذه المباراه ممكن نحقق فيها نتيجه كبيره كمان، مش بس نتيجه نكرر سيناريو 2008 السيناريو بتاع رباعيه صح مش بنفس الكواليتي من اللاعبين. عفيفي عشان احنا وقتنا خلص انا اسف يا جمانه اسف يا عفيفي، سؤال بسرعه، مصطفى محمد هيتاثر بالمشكله اللي حصلت اول امبارح في الامتحانات بتاعته
لا 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 ما اعتقدش ممكن يخليه يقعد على الدكه النهارده ما يلعبش. لا لا اصبح لاعب محترف وبيفصل تماما، واعتقد انه دلوقتي بعقليه الاحتراف يقدر يؤثر كمان بالايجاب مع منتخبنا الوطني النهارده. عظيم. محمد عفيفي الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا، دايما مشرفنا ومنورنا، ووشك حلو دايما على المنتخب وانت موجود معنا الصباح. اشكركم جدا، اشكرك جمال هنا، اشكرك استاذ حسام، واشكركم ودايما يا رب نحتفل مع منتخبنا الوطني ان شاء الله. شكرا يا محمد، نورتنا.